حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى لقيت الجو حر قوي، طقت في دماغي كده، قلت اقوم اعمل لهم حاجه حلوه. قلت اعمل تورته الايس كريم، حلوه جدا ومقاديرها سهله ومتوفره، ما فيش حاجه فيها صعبه. جبت ايس كريم دريم، انا بحب النوع ده جدا، حلو. جبت 4 اطعمه، طبعا الاطعمه دي بقى كل واحد حر فيها. جبت مانجا 2، وجبت 2 فانيليا، وجبت 2 فراوله، وجبت 2 شوكليت. احنا هنحتاج نعمل طبقات، تمام؟ فعشان كده احنا جايبين كمية منها، فاحنا بنحب كل الأطعمة يعني، فانا قلت اجيب كل الأطعمة، تمام؟ هو الواحد عامل حوالي 7.5، تمام؟ اهم حاجة بقى قبل ما نبتدي الخطوة بتاعت الايس كريم دي، لازم نكون حاطين مية مثلجة او لبن يكون مثلج، لازم يكون مثلج، يعني لازم يكون فيه قطعة تلج، تمام؟ فانا بصراحة هي ممكن تحطي مية او لبن، فانا هحط من ده ومن ده عشان هعمل كمية يعني. يلا بقى بينا نبدأ واوريكم هنعمل ايه. بصوا بقى، هي دي البوله اللي انا هضرب فيها، تمام؟ اول حاجه هعملها هفضي البواكي، ادي كده اول واحد. هضرب اول حاجه المانجا عشان هي دي العشق، وهي دي اهو الكيس التاني. دي الكوبايه اللي هعاير بيها الميه، انا هي كل بيكو بياخد كوبايه ميه او كوبايه لبن، انا هحط على الاثنين بيكو كوبايه ميه وكوبايه لبن، يبقى كده احنا ادينا له قيمه غذائيه، وفي نفس الوقت برضو ايه، ما كترناش قوي يعني كده خراب ميزانيه البيت في اللبن. اهو كوبايه ميه، وادي كوبايه اللبن. بصوا يا جماعه تقلت معانا ازاي، تمام؟ انا ضربت فيها حوالي 3 4 دقائق، تمام؟ هي ما بتحطش عليها اي اضافات. كده خلاص هي اتخفقت كويس. بصوا القوام تقيل ازاي، تمام؟ بصوا بقى، دي اهم حاجه في الموضوع، دي الصينيه اللي انا هعمل فيها، تمام؟ هي لازم تكون ديفال، اي صينيه موجوده عندك، تمام؟ لازم نفرش فيها من تحت يا اما كيس بلاستيك اللي هو بتاع الحفظ ده، وتخلي طالع منه حته من الاجناب عشان تعرفي ترفعي بيه الايس كريم بعد ما تجمد في الثلاجه، او يا ريت الاسترتش راب، تمام؟ انا حطيته اهوت وخليت منه حتت متبقيه بره اهي عشان اعرف ارفع بيه، عشان الايس كريم بتاعتي بعد ما تتجمد في الفريزر هشدها واطلعها اقلبها على حته، فده هيسهل عليا جدا ان انا اطلعها بسرعه. هنفضي اهو، ده كده اول طبقه، هي هشه بس كده ايه، بس هتهدى يعني مطرح الضرب. اهي اول طبقه هنسويها بس كده باي سبتيوله، تمام؟ انا هحطها في الثلاجه لحد ما اخلص عشان الجو حر جدا، لحد ما اضرب الطبقه الثانيه اهي. يلا بقى هنضرب ثاني طبقه معانا الفراوله، تمام؟ الترتيب مش مهم، كل واحد يرتب حسب ما هو عايز. هفضي اول كيس، تاني كيس اهو، كوبايه الميه. عايز اقول لكم حاجه مهمه، انا ما باجي استخدم اللبن لكل طبقه والميه، برجع تاني اللبن، باخد كوبايه اللبن واخد كوبايه الميه وبرجع تاني اللبن في الفريزر هو والميه، علشان لو ساحوا مش هتنجح معاكي في الضرب. يلا بينا بقى نبدا، بسم الله. الطبقه الثانيه اهي خلصت معانا، بصي سمكها، تمام؟ اهو كده عملنا الطبقه الثانيه، تمام؟ فردتها كلها اهي بالاسباتيولا، هحطها في الثلاجه مع بعض اعمل الطبقه الثالثه، وشكلها كده مش هترسي معايا غير على 3 طبقات بس، علشان خاطر الصينيه مش هتاخد، مش غويطه جدا يعني، ما عنديش صواني غويطه قوي غير البايركس.
فهختار طبقة الشوكولاتة بقى، لأن احنا ممكن نستغنى عن الفانيليا عادي، لكن الشوكولاتة لا بنحبها قوي. ودلوقتي هنعمل تالت طبقة، واللي هي أكيد هتبقى الأخيرة يعني. هنعمل الشوكولاتة، هنفضي المسحوق بتاع الشوكولاتة، كوباية لبن اهو. خلاص طالما دي اخر كمية انا هحط المقدار كله بقى لبن. كوباية تانية اهو لبن. الشوكولاتة بقى ده عملته بكوبايتين لبن اللي كانوا فاضلين. الطبقة التالتة اهي خلاص يا جماعة، هنفضيها. بسم الله. الطبقه الثالثه اهي كده خلاص تمام. هنحطها بقى في الفريزر لحد اقل حاجه 8 ساعات، ما ينفعش اقل من 8 ساعات عشان نعرف نقطعها. لسه بقى هعمل لها من على الوش شغل كده، بس الاول لما تجمد هنشتغل فيها نكمل شغلنا. يا جماعه بس اقول لكم حاجه، اللي ما عندوش مضرب كهربا هيضرب بايده بس بالمضرب اليدوي عادي، بس هتاخد وقت يعني، هتبقى متعبه شويه مجهده بس عادي يعني. يا جماعه انا كان عندي حته شوكولاته خام تمام، فهعمل لها حمام ميه وهزين بيها الايس كريم، هيبقى شكله حلو قوي. بس طبعا دي اختياري، اللي عنده عنده، ما عندوش خلاص يعني. حطيت لها حوالي معلقتين بس لبن، عشان حته صغيره اصلا كانت فاضله عندي من حاجه البيتي بتاعت العيد. هحطها بقى في الحله، احطها على النار تسيح واوريكم بقى هنعمل ايه. بصوا يا جماعه احنا طلعنا الايس كريم اهو. بصوا بقى لما عملنا الاسترتش خلعناها بسهوله ازاي. بصوا الطبقات عامله ازاي. عايز قطعيها بقى مكعبات كده، قطعيها تقطيع ده بقى انت وحريتك. شايفين؟ بصوا شكلها. هقطع لكم حته كمان اهي. بس طبعا وانتوا بتقطعوها بقى على السريع، عشان انتوا عارفين الايس كريم دي من اكتر الحاجات بتسيح بسرعه جدا. بقى يا جماعه جوزي جه قال لي لازم انا اعمل التاتش الاخير، مش مهم. بصوا الشوكولاته اهي. هو قال لي لا انا هحطش، انا هحط ياما. شايفين بقى الجمال؟ واو بقى حاجه تحفه بجد. بدأنا نفرد الشوكولاته عشان احنا بنحب الشوكولاته. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ لا في حاجه غلط بتحصل. ايه هي؟ مش دي كانت حته زي دي صح؟ ايه اللي عملها كده؟ احنا بنحب ندوق، هتسيح. بتدوق ايه انت خلصتيها؟ ما احنا عاملينها عشان ندوق. اللي يجي على طبق ايه هزعله، خلي بالكم بس. ها بس انت شاطر يا هاني بجد، انت عملت تعمل وانا خلصت الطبق بتاعي.